مرحبا حبايب، اليوم راح نتحدث عن تحديث الاي او 16 اللي تحدث هسه. راح نشوفكم مميزات سريعة وبسيطة. طبعا بس تضغط على الشاشة، أنا مسوي طبعا باللغة الألمانية بس أنا راح أشرح لكم بالعربي أكيد. طبعا المميزات جدا جميلة، iOS 16 طبعا شغلات جديدة تحدثت، تقدر لوحة القفل، شوف أنت شنو أو أنت شنو يعجبك، هاي الأشياء كلها موجودة. خلنا نضغط، يعني مثلا نضغط ثاني نقول هاي الكرة الأرضية. يعني هل هذا التحديث بعد شلون أقول لكم، يعني هذا التحديث يعني بالآيفون، وأخيرا كثير عالم ينتظرون هذا التحديث اللي يشبه نظام أندرويد، وهو يعني تفتح الشاشة بنظام أندرويد تطلع لك الساعة، التاريخ، الشغلات هاي كلها تقدر تضيف هذا التحديث، تقدر تضيف أشياء إضافي، يعني خلينا نقول مثلا توقيت الكالندر، يعني تاريخ الطقس تقدر تضيفه، بس هو حاط لك يعني بعض الأشياء تضيفها يا ما تزيلها يا ما تضيف، يعني هو 3 أشياء. خلينا نقول يعني نضغط على هذا، نحط الطقس، نضغط عليه ونجيبه هنا، نشوف بعد البطارية نجيبها هنا نحطها هنا كذلك، ممكن أعتقد لا أكثر، اي يعني 3 أشياء ممكن، 4 أشياء ممكن تضيف. كذلك الساعة، الساعة تقدر تضيف أشياء بها، ألوان ملون، هاي تختار الألوان اللي تريدها، أي لون تحبه، أزرق أحمر، أي لون أخضر، يعني حسب أنت وأنتي شنو تحبون. يعني هاي كذلك ألوان، أي ألوان تريدها، هاي تحدد الأشياء بالضبط، يا لون تحبه، يعني شغلات حلوة جميلة. شوف هذا الكرة الأرضية تقدرهم كذلك تقرب، يعني تسوي زوم كذلك، يعني التطبيق جدا حلو. كذلك أشكال وأنواع، يعني جدا جميل، نقدر نشوف خنشوف هيك، خنسوي يعني شغلات، احنا شوف انا شنو احب يعني بالضبط، الساعة عندي، الطقس والبطارية كذلك، اوكي كذلك الساعة، الألوان،
حسب اللون انت بتحبه يعني، يا لون تحبه تحطه. اوكي بس احنا سوينا هذا الشيء كان كان. اوكي بعد نقول كذلك يعني عجبنا الوضع، نقدر نضيف هذا الشيء. أضفناه يعني هذا نظام حلو جدا حلو. هاي الشغلات اللي انت تحبها يعني وتحبوها هاي موجودة كلها، صارت هسه بآي أو 16 تقدر تحطها خلفية تليفونك أو تليفونك، تقدر يعني تضيف صور، يعني تقدر كل شيء تسوي تعمل الطقس كل شيء موجود تحبه يعني موجود. بس نرجع بعدين على الصور، نرجع على الصور نروح هسه نقدر هم نقدر نقول هاي صورة تقدر تسحبها تخليها وين ما كان تحب يعني فوتوشوب اي صورة عندك يعني تقدر تسحبها وتحطها. شوفون طبعا بالنهاية يعني سويت هذا الشيء هو الكرة الأرضية. شوفوا وانتوا اعطوني رأيكم، شنو رأيكم بهذا النظام؟ تحياتي لكم، بس حبيت أعطيكم صورة على التحديث الآي أو 16 الجديد، وتحياتي لكم، مع السلامة.